رمضان كريم على كل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم راح نتحدث على 3 يوتيوبرز يعانون من مشاكل شخصية بحياتهم. في بداية شهر رمضان لسنة 2019 نشرت صفا سرور فيديو الصيام على اليوتيوب، حيث كان يتضمن في آخر الفيديو فقرة سمتها بحكي من القلب، حيث حكت فيها أنها عم تعاني من مشاكل وطاقة سلبية بحياتها وتتعلق بموت أبوها وطلاقها، حيث حكت أنها ما سمحت لحالها بالشعور بالألم أو اليأس لما صادفتها هالمشاكل ولساتها لأهلها تعاني منها. ثانيا، نارين بيوتي. قبل أسبوع نشرت نارين بيوتي فيديو أسئلة وأجوبة على اليوتيوب، حيث كان آخر سؤال إجاها هو ليش ما يظهر أبوك بالفيديوهات؟ فأجابت نارين أنه هذا قرار الشخصي وهو ما بيحب يطلع بالفيديوهات، وأضافت أنه في أشياء تتعلق بأبوها عم بتصير بحياتها وأنها ما فيها تحكي عنها لأنه أبوها مانعها من هالشي، وذكرت أنها ممكن بالمستقبل تشارك هالشي مع متابعينها. ثالثا، نور ستارز. قبل سنة شاركت نور فيديو على اليوتيوب باسم أمي مريضة كتير، الفيديو الأخير، حيث ظهرت بالفيديو وهي عم تبكي لأول مرة قدام الكاميرا لأنها كانت كتير خايفة على تدهور صحة أمها، وحكت عن الأشياء أخرى صارت معها بس حبت تخليها سر لأنها ما بتحب تنشر طاقة سلبية من فيديوهاتها، ودائما تحرص على رسم الابتسامة في وجوه متابعينها. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.